شوف الحكم يضع مادة الفازلين على وجه لاعبنا وتشيك من الحكم الثاني الواقيات. أعزائي المشاهدين، ننتقل لأحداث النزال على القفص الثاني بين اللاعب البحريني قمزات واللاعب البيلاروسي. اللاعب البيلاروسي يتمتع بالطول، طول في هذا الوزن. القمزات لاعب قوي، خلفية في المصارعة. طبعا هذا وزن بنتم ويت. بيلاروسي يبين بعد انه مصارع، بس القمزات كان افضل ودخل عليه تيك داون جميل سنجل ليج ونزله بسرعه في الارض. وهني ان شاء الله قمزات ما راح يخلي خصمه يقوم من هالبوزيشن، من هالوضعيه اللي احنا نسميها في الجوجيتسو سايد كنترول، اللي هي وضعيه التحكم الجانبي. محاوله ان التحكم في يد اللاعب. اللاعب البيلاروسي قدر يرجع اللاعبنا الى الهاف جارد من التحكم الجانبي، لكن ما زالت وضعيه افضليه للاعب قمزات. قمزات انا يعني نفس ما اقول لك، يعني انا ما عندي تخوف منه، يعني لاعب مسيطر في الوزن، لاعب قوي. اللي شفته بالامس يعني نوعا ما نبي نحسده، بس يضمنني ان اليوم راح يفوز. لاعب قوي والتوب بوزيشن اللي احنا يعني نتحكي عن الوضعيه اللي هو في فوق. قدر يطوف الجارد مرة ثانية، الحين قدر يطوف الجارد خصم البيلاروسي مرة ثانية في وضعية اجتاز، بمعنى ان اجتاز ريول خصمه. طريقة ما كان يبي يروح للاعتلاء للماونت كان شوية خاطئة، يعني الافضل انه يحط ومسك المسكة اللي مسكها امس، محاولة في مسكة الدارس. الدارس شوك، اللاعب الثاني يقوم ببعض المسكات الغير قانونية، الحكم يحذره. وتيك داون شبه ضامن التيك داون، تيك داون سنجل ليج بعد مره. نجاح في التيك داون كابتن رضا وانتقال لوضعيه اي نعم افضل. اللاعب قمزات، اللاعب قمزات مصارع قوي، مصارع قوي فري ستايل، عند الفري ستايل ستايل المصارعه قوي جدا، يعني اذا مسك السنجل ليج ولا دبل ليج تضمن التيك داون. اتوقع راح يحاول انه يعتلي وضعيه الماونت. اي نعم، بوضع ركبته على معده الخصم. توجيه لكمات، دفاع اللاعب البيلاروسي جيد، دفاعاته جيده، لكن اصرار اللاعب قمزات على الاسقاط راح يتعبه، راح يتعب اللاعب البيلاروسي ويخليه في وضع انه يدافع طول المباراه، قاعد يدافع. وضعيه هاف جارد، متبقي حوالي 10 ثواني ثواني مشاهدين. انتهاء الجولة الأولى أعزائي المشاهدين، انتهاء الجولة الأولى، سيطرة واضحة للاعب البحريني. دائما سمو الشيخ خالد متواجد مع كل لاعب لمساندته. الحكم يطلب من المنظمين والطاقم التدريبي الخروج لاستئناف احداث هذا النزال. اتوقع اللاعب البيلاروسي راح يكون اكثر حذر من التيك داونز في هالجوله، لكن من الصعب ايقاف شخص مثل هاي المهارات اللي يتمتع فيها اللاعب قمزات. صح، صح.
دخوله جدا سريع وصعب ايقافه. نفس ما نقول التايمينج ماله بعد، التايمينج ماله روعه، توقيت مناسب. اوه لكمه، لكمه استخدم طريقه اللكم للدخول هذه المره. مصر قمزات على التيك داون واصراره دائما، طبعا بتكنيك عالي جدا، فعال وتكنيك عالي جدا في المصارعه. من يعني في هذه الثلاث ايام انا شفت افضل مصارع يستعمل تكنيك المصارعه في بطوله العالم للهواء لحد الحين. يمكن ما شفت كل المباريات بباقي، بس المباريات اللي شفناها وهو الافضل استعمال تكنيك المصارعه الفريستايل على خصمه. استخدم الساعد لخلق مسافه بينه وبين اللاعب لتوجيه اللكمات. وجه اللاعب مفتوح مثل ما يبين عندنا. كابتن رضا اتوقع لاحظت طريقه سنجل ليج، السرعه في التبديل. اي نعم، الكومبينيشنز في التيك داون، يعني في لاعبين عندهم كومبينيشنز في اللكمات، قامسات عنده كومبينيشنز في التيك داونز، يبدل بين التيك داون، اذا واحده ما نجحت يبدل الثانيه سنجل ليج، اذا سنجل ليج ما نجحت يبدل الثالثه. فيعني يبي هاي كله يدل على خبرته والليفل العالي، المستوى العالي اللي عنده في الرسلينج. وضعية الهاف جارد استغلها اللاعب قمزات لتوجيه لكمات متتالية. اللاعب باقي دقيقة في الجولة الثانية، وسيطرة كلية شبه كلية للاعبنا قمزات ماجمادوف. أداء جدا ممتاز اللاعب قمزات. تشوف لاعبنا حسين رجع مبدل وبيرتاح لبكره ان شاء الله يلعب نصف النهائي ربع النهائي. شوف محمد شلون قمزات متحكم في ساعد خصمه من تحت ظهره الحين هدها. هذه طريقه معروف فيها اللاعب المحترف حبيب. اي نعم، حبيب نور ماجمادوف يسويها، وهذه تجي من الفري ستايل ريسلينج، والريسلينج طبعا تحكم. وانتهاء الجوله الثانيه للاعب منتخب قمزات ماجمادوف بسيطره كليه، برغم ان اللاعب الروسي دش البيلاروسي دش وهو كان على اتم يعني اليقظه. Короткий вот себе. Просто разозлись. И немножко подсядь на ногах. Не стой прямо. Ногами не бей вообще. Надо просто срубиться. Срубь пониже, снизу сбоку. Срубь пониже, снизу сбоку. Давай, сейчас лучшего, блядь, шаг вот сюда. وكل التوفيق للاعب منتخبنا. ان شاء الله هاي راح يكون الفوز الثاني لليوم. الشاشه يبين معنا لاعب منتخب البحرين قمزات باللباس الاحمر، واتوقع محاوله اسقاط سريعه راح تكون من اللاعب قمزات. مثل ما توقعت دخول سنجل ليج قوي، دخول سنجل ليج رفع اللاعب يبدلها للدبل ليج. اسقاط جميل، اسقاط جميل بالطريقه الداغستانيه، بالطريقه الروسيه الداغستانيه. هو اقوى المصارعين يجون من داغستان، وهي الطريقه اللي رفعه. في نشوف بعض المحاولات لكن يتفاداها اللاعب قمزات. نعم، تفاداها بطريقه جميلة. البسك
وراح يتخطى الجارد اللاعب البيلاروسي. دفع اللاعب الى القفص. صعيب عملية الخروج من هذه الوضعية. وضعية الآن أفضلية للاعب البحريني. تحكم جانبي. زال اللاعب قمزات التحكم مستمر من الجولة الأولى لغاية الجولة يبدو الثالثة. يبدو التعب على اللاعب البيلاروسي، لأن أنت لما قاعد تدافع مصارع تتعب وأنت تدز، والمصارع فوق وقاعد يحط كل الوزن بريشر عليك، فعملية متعبة جدا جدا أن تلعب ضد مصارع وتكون في الأسفل، خاصة المصارع بهالليفل اللي عندنا في لعبنا. توجيه لكمات مستمر من اللاعب قمزات. باقي 15 ثانية وشوف الكنترول على الساعد من ورا مرة ثانية. 10 ثواني ونهاية الجولة الثالثة، ونقدر نقول مبروك لمنتخبنا على الفوز الثاني اليوم وتأهل قمزات إن شاء الله إلى الدور ربع النهائي مع حسين عياد. مبروك للبحرين وصول اللاعب قمزات للدور ربع النهائي وضمان ميدالية أخرى لمنتخب البحرين للفنون القتالية المختلطة. بطولة العالم للهواة في نسختها الرابعة. إنجاز جديد يضاف إلى رصيد منتخب البحرين. فرحة سمو الشيخ خالد والمدرب إلدار مع اللاعب قمزات. انتظار الإعلان الرسمي نتيجة النزال. ومبروك الفوز الثاني، مبروك الفوز الثاني لمنتخبنا عن طريق اللاعب قمزات في وزن 135 باوند اللي هو البنتم ويت، وتأهله إلى الربع النهائي. والحمد لله اليوم هاي الفوز الثاني، الفوز الأول عن طريق اللاعب البطل حسين عياد، وباقي عندنا ثلاث لاعبين لمنتخبنا لحد الحين. باقي عندنا اللاعب عبد المناف راح يلعب مع لاعب كازاخستاني. لمحات أعزائي المشاهدين من المباراة بين اللاعب قمزات واللاعب البيلاروسي. أداء راقي من اللاعب قمزات. نفس ما قلنا محمد، عندنا بعد ثلاث لاعبين